وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون رفعت السرية عن إحدى الملفات الخطيرة المتعلقة بالفصائل المسلحة الموالية لإيران في الداخل العراقي، وهذه التفاصيل كلها نشرت من قبل المونيتور يوم أمس. التفاصيل باختصار شديد جدا، تحدث هذا الملف وتحدث المفتش العام الذي كشف عن تفاصيل هذا التقرير بأن هنالك علاقة وطيدة وتعاون بين عناصر حزب العمال الكردستاني والفصائل المسلحة الموالية لإيران على المستوى العراقي وكذلك على المستوى السوري. لماذا؟ من أجل استهداف القوات التركية في البلدين بهذا الشكل. وأكد أيضا هذا التقرير بأن الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق هي مسؤولة عن بعض الهجمات التي جاءت على قاعدة زيريكان التي تتواجد فيها القوات التركية بشكل مباشر. وأكد هذا التقرير بأن هذه الفصائل المسلحة هي تبحث عن عملية استغلال مسألة الانزعاج الموجود في الشارع العراقي بسبب التدخلات الكثيرة، بسبب ما يجري من صراع كبير ومن تدخل كبير من القوات التركية وصدام مع البككة حزب العمال الكردستاني في الداخل العراقي، وبالتالي هي تريد أن تلمع صورتها، أن تبحث عن هوية لها جديدة ألا وهي الدفاع عن سيادة العراق وأن تعززها في الداخل العراقي بهذا الشكل. وبالتالي هذا التقرير بكل تأكيد الخاص بالبنتاغون الأمريكي هو يأتي ليؤكد تقاريرا كثيرة صدرت في السابق حول العلاقة بين إيران وبين البككة حزب العمال الكردستاني، صدرت من الواشنطن انستيتيوت في عام 2017 وكذلك في عام 2020 من الميدل إيست آي البريطانية، التي أكدت بأن هذه العلاقة أصبحت وطيدة بين إيران وبين البككة منذ عام 2011، العام الذي انفجرت فيه الثورة على الرئيس السوري بشار الأسد، من أجل تعزيز موقعه والاستفادة من مسائل أيضا بالنسبة لإيران الضغط على تركيا. هي بحثت عن هذه العلاقة رغم كل الاختلافات الأيديولوجية الموجودة طبعا إذا كانت بين إيران والفصائل إيران وحزب العمال الكردستاني أو حتى الفصائل المسلحة الموالية لإيران والبككة. الأهداف مشتركة وموجودة بين الأطراف، فهي قاتلة ضد تنظيم داعش الإرهابي وكذلك تمتلك أنفاقا وتمتلك ارتباطات على الحدود العراقية السورية بهذا الشكل الذي ترونها، وهي أطراف وطرف ضاغط طبعا على تركيا في صراع كبير. وبالنسبة لإيران هذه الورقة كما تحدثنا هي تستفيد منها في الضغط على تركيا، خاصة وأن تركيا الآن تقود مسائل للغاز مرتبطة مثلا بالأنبوب الذي تحدثنا عنه كثيرا والقادم من فكرة والاتفاقية التي جاءت من أجل تصدير الغاز من إقليم كردستان مباشرة إلى تركيا. هذا المشروع ليس نافعا ولن يخدم إيران، خاصة وأن الاتفاقية النووية تعيش لحظات صعبة للغاية الآن ومن الممكن أن تنهار في أي لحظة، وذلك بسبب شرط الحرس الثورية الإيرانية الموجود وأن إيران تريد رفع القوائم ومن قوائم الإرهاب الحرس الثوري الإيراني، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الضغوط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تريد هذا الأمر بكل تأكيد. ويجب أن ننتبه أن الحرس الثوري الإيراني في أي من هذه السيناريوهات من رفع لهذا الحرس من قوائم الإرهاب سيعني باختصار شديد جدا دعما كبيرا لهذه الارتباطات وقوة كبيرة في هذه المنطقة. لذلك الناشنال انترست قبل أيام قليلة، قبل 48 ساعة، تحدثت بأن عملية رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب سيؤدي إلى زعزعة كبيرة جدا في الشرق الأوسط، وهذا ما هو مرتبط في قضية البككة وكذلك هذا التعاون أو حتى على مستوى أكبر من ذلك. وهذه طبعا المسألة صعبة للغاية بالنسبة لإيران، فمؤخرا تحدثت الول ستريت جورنال بأن المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا يريد وكان ينتظر بحسب الول ستريت جورنال دعوة من إيران من أجل الحضور إلى طهران ومن أجل إقناع إيران بأن يستغنوا عن مسألة الحرس الثوري الإيراني ورفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب وأن يعودوا إلى الاتفاق النووي لإنجاح هذه المسألة. وهذا الأمر هو الذي ردت عليه نور نيوز الإيرانية الواضحة والخاصة، هذه الصحيفة التي سربت بأن إيران لا تريد هذا الأمر وأن إيران تعتقد بأن الإدارة الأمريكية هي من تماطل، هي التي تطيل الأمور وليست إيران، ويجب أن يكون الاتفاق مرضيا للطرفين وليس إلى طرف واحد، والإشارة هنا طبعا أن يكون مرضيا للولايات المتحدة الأمريكية وإلى أوروبا. بالتالي النقطة هنا مثيرة جدا بأن هنالك تعقيد أكبر وممكن الفصائل المسلحة أن تزيد من ضغطها في المنطقة في ظل هذه الشروط، لكن قد يكون أفضل من العودة إلى الاتفاق النووي ورفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب مما يوفر الكثير من الأموال إلى هذه الارتباطات. على هذا الأساس
ذهب الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته مباشرة إلى مسألة أكبر، كون أن هذا الاتفاق على ما يبدو بأنه سيفشل. بالتالي هو عرف تماما بأن الغاز الإيراني سيذهب ولن يتحصل عليه من أجل الضغط على روسيا بشكل أكبر، وهذا يعني بأن روسيا في مراحل انتصار كبيرة ومهمة ستستغل هذا الموقف. وعلى هذا الأساس توجه مباشرة وتوجهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية، كما كشفت الول ستريت جورنال يوم أمس بأن هذا الرجل ويليام بيرنز، وهو مدير وكالة المخابرات الأمريكية CIA، ذهب منتصف الشهر الماضي، في منتصفه طبعا في شهر أبريل نتحدث هنا، التقى بولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان وناقش معه العديد من القضايا. لم تكشف كل شيء الول ستريت جورنال ولم تتحصل على الكثير من التفاصيل، ولكن مسؤولا أمريكيا تحدث عن لقاء بيرنز مع ولي العهد السعودي وقال اللقاء تضمن محادثة جيدة ونبرة أفضل من المحاولات السابقة للحكومة الأمريكية. وهذا طبعا يعتبر تقدما كبيرا، خاصة وأن الخلافات هائلة جدا بين المملكة العربية السعودية والإدارة الأمريكية الحالية في عديد وفي العديد من المسائل. واحدة منها هي الاتفاقية النووية بكل تأكيد، فهنالك تقدم نووي كبير جدا على مستوى تخصيب اليورانيوم، ما يقلق دول الخليج بشكل هائل، خاصة أن المملكة العربية السعودية لا تريد أيضا من الحرس الثوري الإيراني أن يتم رفعه طبعا من قوائم الإرهاب، حالها حال كثير من الدول الموجودة في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك أن الأمور كانت أساسا سيئة منذ مجيء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عندما قاموا برفع طبعا جماعة الحوثي من قوائم الإرهاب، زاد هذا الأمر من العمليات الإرهابية والضربات على مستوى اليمن، وضربت الإمارات وضربت المملكة العربية السعودية، استهدفت المنشآت النفطية بشكل هائل للغاية، فما بالك إذا ما تم رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب، سيعني إرهابا كبيرا جدا. وأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تكن داعمة بهذا الشكل الكبير إلى التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وهذا هو واحد من أساسات الخلاف الجاري اليوم. وبالتالي واضح جدا بأننا بدأنا ندخل في نقطة مختلفة الآن، ولكن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى الكثير من التطمينات، خاصة وأنها تفهم تماما الرسائل المبطنة التي تأتي إليها من إيران بشكل مباشر، خاصة مع هذا الصاروخ الذي ظهر في 9 فبراير الماضي. هذا الصاروخ هو صاروخ خيبر شيغن، صاروخ مهم للغاية بالنسبة لإيران، وهذا الصاروخ طبعا هو يأتي بمعنى آخر محطم خيبر، موجه ضد إسرائيل بالنسبة كما أعلنت إيران، وبأن مداه يصل إلى 1450 كيلومترا. وفعلا هذا الصاروخ إذا ما انطلق من الحدود الإيرانية العراقية مباشرة إلى إسرائيل سيصل وسيضرب طبعا مداه. وبالتالي إذا ما أخذنا بعض اللقطات هنا، وهذه كانت واحدة من الرسائل الخطيرة الموجودة من قبل إيران عند عملية المناورة التي قامت بها، بأخذ هذه العلامات التي ترونها بهذا الطريق الملتوي بهذا الشكل، وهذا الجبل الذي ترونه وهذا الجبل العالي والمرتفع، وبأن المنصة واضح بأنها تأتي بعد هذه الانعطافة التي ترونها الأمر، وهذا الأمر نحن كشفنا عنه في اللحظات وفي الدقائق الأولى وفي نفس اليوم الذي طبعا أعلنت عنه إيران عن هذا الصاروخ طبعا. وبالتالي إذا ما توجهنا بكل تأكيد إلى القمر الصناعي لكي نعرف مع أخذ هذه العلامات التي تحدثنا عنها بالهبوط مباشرة إلى إيران، سنجد بأننا نهبط الآن إلى منطقة مثيرة للغاية بهذا الشكل. مع وصولنا إلى هذه النقطة والالتفاف إلى اليمين قليلا، مع الأخذ طبعا بالعلامات التي تحدثنا عنها بكل تأكيد، سنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات، هذه الانعطافة، هذا هو المرتفع، هذا هو الجبل، وهذا هو الجبل الآخر، وبالتالي المنصة ومنصة إطلاق الصواريخ لخيبر شيغن أو محطم خيبر هو يأتي بهذا الشكل. وهذه المنطقة هي منطقة تشابهار، هذه المنطقة عند الابتعاد بالقمر الصناعي، لكي نرى أين تقع هذه المنطقة بكل تأكيد سنلاحظ بأن هذه المنطقة هي مثيرة ومثيرة للغاية، وبأنها لا وأن المناورات لا تأتي مثلا على الحدود العراقية الإيرانية أو غيرها من المناطق، بل هي تأتي بهذا الاتجاه التي هي طبعا تعتبر مطلة على كل دول الخليج، الإمارات العربية المتحدة، نتحدث عن البحرين، نتحدث عن قطر، تصل هذا الصاروخ طبعا إلى المملكة العربية السعودية، إلى الكويت، حتى تصل إلى العراق المسافة التي تحدثنا عنها 1450 كيلومترا، وهذه كانت رسالة مبطنة خطيرة للغاية. ما هو جديد في هذا الصاروخ وفي هذه المنصة تحديدا التي نتحدث عنها لإطلاق الصواريخ
هي ظهرت مرة أخرى، ظهرت تقريبا قبل 4 أيام أو 5 أيام. أين ظهرت هذه المنصة؟ هي ظهرت في الاحتفال والمسيرات الكثيرة التي جاءت في يوم القدس العالمي، وظهرت هذه المنصة، نفس هذه المنصة، في شارع الثورة في العاصمة الإيرانية طهران. كيف عرفنا ذلك؟ هو من خلال هذه العلامات التي ترونها، وهي يطلقون عليها الأنماط أو أنماط التمويه العسكرية. كما تلاحظون، من المفترض أن تكون هذه الأنماط هي راندوم، عشوائية، لا تكون بهذه الدقة العالية من منصة إلى أخرى أو من رداء عسكري إلى آخر. وبالتالي إذا ما ركزنا على هذه الأنماط، وكل هذه الأنماط طبعا التي نتحدث عليها، لكننا نريد أن نركز على هذه الأنماط تحديدا التي تلاحظونها، سنرى بأنها تشبه تماما أنماط التمويه العسكرية الموجودة في المنصة التي استعرضت في 9 فبراير طبعا الماضي. وكما تلاحظون، هذه هي منصة إطلاق الصواريخ. إذا ما اقتربنا منها سنلاحظ بأننا أمام نفس هذه الأنماط للتمويه التي تحدثنا عنها، التي تأتي بهذا الشكل، وهي متطابقة تماما على مستوى هذه المنصة. وبالتالي هذا قد يعني الكثير بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وهي منتبهة إلى هذه التفاصيل، وبالتالي هي تحتاج إلى الكثير من التطمينات لكي تعطي التطمينات أيضا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة الغاز وتعويض الغاز الروسي الذي هو بدأ يؤثر كثيرا على العالم بشكل عام، وقد يكون مؤثرا خلال 5 أشهر أو 4 أشهر القادمة بكل تأكيد. خاصة وأن المشكلة الحقيقية التي تجري الآن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أن روسيا تتقدم، أن روسيا الآن عادت لتتقدم، على الرغم أن الإدارة الأمريكية تعتبر نفسها بأنها نجحت في دفع القوات الروسية للانسحاب من كييف، انسحاب من هذه المنطقة وهي تشيرنهيف، من سومي كذلك هنالك انسحاب واضح جدا من القوات الروسية من هذه المنطقة إلى وهي خاركيف رغم كل القصف، وكذلك أن هنالك عدم تقدم في مدينة خيرسون، حاولوا التقدم بالنسبة للقوات الروسية للوصول إلى المناطق الوسطية هنا للضغط على دنيبر أو دنيبرو بهذا الاتجاه، ولكنهم لم يتمكنوا، وحتى أوديسا لم تصل حتى هذه اللحظة القوات الروسية، لديها مصاعب كبيرة جدا في هذه المسألة. ولكن بالنسبة إلى إقليم دونباس الأمر مختلف تماما، فالقوات الروسية بدأت تتقدم بقوة كبيرة جدا، والإدارة الأمريكية لا تريد لهذا الأمر أن ينجح، لا تريد لروسيا أن تنجح في مسألة الحصول تماما بالتمام والكمال على إقليم دونباس، على لوغانسك ودانييتسك. وإذا ما توجهنا مباشرة إلى إقليم دونباس لكي نتعرف على طبيعة ما يجري وهذا التقدم الذي نتحدث عنه هنا، كما ترون بهذا الشكل، هذه هي الحدود الإدارية لإقليم دونباس، وهذه هي الحدود التي تفصل بين لوغانسك وبين دانييتسك. وطبعا بالنسبة لهذه المنطقتين، القوات الروسية الآن وصلت وسيطرت وتسيطر على أكثر من 95% من لوغانسك، ولكنها أيضا تسيطر على أكثر من 55%، بل تصل إلى 66% من دانييتسك، وحققت الكثير على مستوى طبعا ماريوبول، لم يتبقى الكثير أو تبقى فقط القليل للسيطرة عليها بكل تأكيد، هي ساقطة عسكريا وسيطرة كاملة على بحر أزوف. التقدم الروسي الخطير الذي هو يقلق منه البنتاغون كثيرا يأتي بهذا الاتجاه الذي طبعا قمت بالإشارة إليه. ودعونا نقترب من هذه المنطقة قليلا لكي نعرف ما الذي يجري وما الذي يقلق الإدارة الأمريكية الآن بهذا الاتجاه، بالهبوط بالقمر الصناعي الآن إلى هذه المنطقة التي ترونها بهذا الشكل. وأخذنا عددا من المناطق التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية. بالنسبة للقوات الأوكرانية، هي تسيطر على كراماتورسك هنا، وكذلك سلوفيانسك بهذا الاتجاه، وأيضا هي تسيطر على سيفرودانييتسك بهذه المنطقة، وكذلك روبزن بهذا الاتجاه، وهي تدافع عن هذه سيفرودانييتسك بشكل كبير للغاية، وأيضا هذه المنطقة ليمن. وبالنسبة إلى القوات الروسية طبعا كما تحدثنا، هي تسيطر تقريبا على كل هذه المناطق التي ترونها أمامكم، لم يتبقى إلا القليل كما تحدثنا، أكثر من 95% من السيطرة للقوات الروسية. وبالتالي الآن ما الذي جرى بالنسبة إلى القوات الروسية التي أيضا هي سيطرت على هذه المدينة، مدينة إيزيوم؟ الذي جرى بالنسبة إليها بأنهم تقدموا وسيطروا على نقطة روبزن، وبعد ذلك تقدموا الآن بحسب الأنباء التي جاءت قبل 48 ساعة من الآن، تقدموا ووصلوا إلى منطقة وهي نوفوروتشسك بهذا الاتجاه، وهم بدأوا بعملية ودخلوا بعملية اشتباكات مع القوات الأوكرانية في هذه المنطقة، وفي حين أنهم يقوموا بعمليات قصف إلى غرب هذه المدينة وهي مدينة
سيفرودونيتسك. بالإضافة إلى ذلك هنالك تقدم آخر بالنسبة إلى القوات الروسية، تقدمت إلى نقطة أخرى ومدينة أخرى يطلق عليها أويخوفا، بهذا الاتجاه سيطروا عليها، وبالتالي واضح جدا أن القوات الروسية تبحث عن عملية إطباق واضح بهذا الشكل من أجل تحرير هذه المنطقة أو السيطرة عليها من القوات الأوكرانية، وبالتالي تنهي مسألة لوغانسك بهذا الاتجاه مع الحدود الفاصلة هنا بهذه الطريقة. كذلك أن اليوم كشفت الاستخبارات البريطانية بأن هنالك 22 كتيبة من القوات الروسية قد وصلت فعلا إلى إيزيوم، في ظل أن القوات الروسية أساسا وصلت إلى غرب ليمن التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية. وهذا يوضح أيضا بأن القوات الروسية ستحاول التقدم بهذا الاتجاه للسيطرة على كراماتوسك وكذلك على سلوفيانسك بهذا الاتجاه، وبالتالي تغلق المنطقة تماما على القوات الأوكرانية الموجودة هنا وتحقق تقدما كبيرا أيضا في دانييتسك التي نتحدث عنها. وبالتالي فعلا القوات الروسية بدأت تتقدم بقوة في هذه المناطق، وهذا الأمر هو الذي تحدث عنه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وكذلك رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي هنا في مجلس الشيوخ، وتحديدا تحدثوا إلى اللجنة الفرعية للمخصصات أو للتخصيصات في مجلس الشيوخ الأمريكي، يطالبونهم بتخصيصات أكبر من أجل دعم مسألة ودعم القوات الأوكرانية للصمود في هذه المعركة الكبيرة التي تجري في دونباس، وإلا فالمسألة صعبة للغاية بكل تأكيد، خاصة وأن الروبل الروسي بدأ ينتعش الآن، وبالتالي المملكة العربية السعودية سيكون لها دور كبير جدا إذا ما اقتربت منها الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة الغاز وفي توفير الغاز، وكذلك الإمارات العربية المتحدة قد تلحقها بعد ذلك، وبالتالي سيكون الضغط هائلا على روسيا في الفترة القادمة. دور محوري ننتظر ما الذي سيحدث منه وما الذي ممكن أن ينتج منه.